وفي أخبارنا للشمال السوري، تعادل نادي الاتحاد مع تلكوتشر، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثالث لدوري أندية إقليم الجزيرة للشباب لكرة القدم الدرجة الثانية، حيث أن التعادل الإيجابي بهدف لهدف كان سيد الأحكام بين شبيبة الفريقين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الشهيد هيثم كاتشو في مدينة القامشلي. وفي مباراة أخرى من الجولة ذاتها، فاز شبيبة نادي السريكانية على شبيبة نادي آشتي بهدفين نظيفين سجلهما كل من جوان آيو ومحمد حسين زازا، في حين فاز حرية الخابور على جوان باز بخمسة أهداف لهدفين. هذا ومن المقرر أن تقام اليوم الخميس المباراة المؤجلة من يوم أمس الأربعاء بين ناديي سردم والتحرير ضمن الجولة ذاتها من دوري الشباب في إقليم الجزيرة.